هاي. كريسمس كراكر هي نوع من الألعاب النارية الملفوفة على شكل حبة بومبون، اخترعها أحد أصحاب محلات الحلو بلندن توم سميث سنة 1847، واستوحى فكرته خلال زيارته لباريس من البومبون الفرنسي الملفوف بوراق ملونة، وهو أضاف عليه شعار له علاقة بالحب، ومن بعدها قرر يزيد هدية صغيرة مثل مجوهرات أو دمى وفرقيعة. ومع حلول سنة 1900 صار يبيع 13 مليون حبة بالسنة. هالاختراع أدى لاندلاع عدة حرائق بمستودع سميث خلال القرن العشرين، وكان آخرها سنة 1963. منعت الحكومة البريطانية الكريسماس كراكرز خلال الحرب العالمية الثانية. مين قال إنه دار سك العملة الملكية أنتجت سنة 2010 كراكر بقيمة 10,000 باوند بتضم 5 قطع نقدية مصنوعة من ذهب 22 قيراط؟ أنا قال بشوفكم.